اصعدوا إلى الحافلة. عجلات الحافلات تدور وتدور وتدور، عجلات الحافلات تدور في كل أنحاء المدينة. تمسح الزجاج تمسح، سويش 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 سويش، تمسح زجاج الحافلة في كل أنحاء المدينة. الراكبون يثرثرون ثرثرة ثرثرة، الراكبون يثرثرون في كل أنحاء المدينة. بوق الحافلة يصدر صوتا بيب 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 بيب، بوق الحافلة يصدر صوتا في كل أنحاء المدينة. الأطفال في الحافلة يصيحون وا 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 وا، الأطفال في الحافلة يصيحون في كل أنحاء المدينة. الأمهات في الحافلة يقولن ش ش ش ش ش، الأمهات في الحافلة يقولن ش في كل أنحاء المدينة. عجلات الحافلات تدور وتدور وتدور، عجلات الحافلات تدور في كل أنحاء المدينة. خمسة ميعز صغيرة تقفز على السرير، ماعز منهم وقع فوق رأسه الصغير. أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال لا مزيد من الميعز تقفز على السرير. أربعة ميعز صغيرة تقفز على السرير، ماعز منهم وقع فوق رأسه الصغير. أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال لا مزيد من الميعاز تقفز على السرير. ثلاثة ميعاز صغيرة تقفز على السرير، ماعز منهم وقع فوق رأسه الصغير. أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال لا مزيد من الميعاز تقفز على السرير. ماعزين صغيرين يقفزان على السرير، ماعز منهم وقع فوق رأسه الصغير. أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال لا مزيد من الميعاز تقفز على السرير. ماعز واحد صغير يقفز على السرير، قفز حتى وقع فوق رأسه الصغير. أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال حان وقت نوم الميعاز في السرير. كانوا عشرة في السرير، قال لهم الصغير تدحرجوا تدحرجوا، فتدحرجوا جميعا ووقع واحد منهم. تسعة تسعة، كانوا تسعة في السرير، قال لهم الصغير تدحرجوا تدحرجوا، فتدحرجوا جميعا ووقع واحد منهم. ثمانية ثمانية، كانوا ثمانية في السرير، قال لهم الصغير تدحرجوا تدحرجوا، فتدحرجوا جميعا ووقع واحد منهم. سبعة سبعة، كانوا سبعة في السرير، قال لهم الصغير تدحرجوا تدحرجوا، فتدحرجوا جميعا ووقع واحد منهم. ستة ستة،
كانوا ستة في السرير. قال لهم الصغير تدحرجوا تدحرجوا. فتدحرجوا جميعا ووقع واحد منهم خمسة خمسة. كانوا خمسة في السرير. قال لهم الصغير تدحرجوا تدحرجوا. فتدحرجوا جميعا ووقع واحد منهم أربعة أربعة. كانوا أربعة في السرير. قال لهم الصغير تدحرجوا تدحرجوا. فتدحرجوا جميعا ووقع واحد منهم ثلاثة ثلاثة. كانوا ثلاثة في السرير. قال لهم الصغير تدحرجوا تدحرجوا. فتدحرجوا جميعا ووقع واحد منهم اثنان اثنان. كان اثنان في السرير. ثم قال الصغير تدحرج تدحرج. فتدحرج الاثنان ووقع واحد منهم واحد واحد. كان واحد في السرير. ثم قال الصغير تصبحون على خير. همتي دمتي المسكين إنه دائما يقع. همتي دمتي جلس على الحائط. همتي دمتي وقع وتكسر. كل الرجال وأحصنة الملك آتوا ولم يستطيعوا تجميعه. همتي دمتي جلس على الحائط. همتي دمتي وقع وتكسر. كل الرجال وأحصنة الملك آتوا ولم يستطيعوا تجميعه. همتي دمتي جلس على الحائط. همتي دمتي وقع وتكسر. كل الرجال وأحصنة الملك آتوا ولم يستطيعوا تجميعه. همتي دمتي جلس على الحائط. همتي دمتي وقع وتكسر. كل الرجال وأحصنة الملك آتوا ولم يستطيعوا تجميعه. نحن عائلة الأصابع. أبي الإصبع أبي الإصبع أين أنت؟ ها أنا ها أنا كيف حالك؟ أمي الإصبع أمي الإصبع أين أنت؟ ها أنا ها أنا كيف حالك؟ أخي الإصبع أخي الإصبع أين أنت؟ ها أنا ها أنا كيف حالك؟ أختي الإصبع أختي الإصبع أين أنت؟ ها أنا ها أنا كيف حالك؟ طفل الإصبع طفل الإصبع أين أنت؟ ها أنا ها أنا كيف حالك؟ نحن عائلة الأصابع. كان يا ما كان مزارع لديه كلب اسمه بينجو. B I N G O B I N G O B I N G O كلب اسمه بينجو. كان يا ما كان مزارع لديه كلب اسمه بينجو. I N G O I N G O INGO كلب اسمه بينجو. كان يا ما كان مزارع لديه كلب اسمه بينجو. INGO 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 كلب اسمه بينجو. كان يا ما كان مزارع لديه كلب اسمه بينجو. جيو
جيو جيو كلب اسمه بينجو كان يا مكان مزارع لديه كلب اسمه بينجو كلب اسمه بينجو كان يا مكان مزارع لديه كلب اسمه بينجو كلب اسمه بينجو. هل سمعتم عن العنكبوت؟ العنكبوت الصغير صعد في أنبوب الماء وجاء المطر جرفه خرج الأنبوب وطلعت الشمس وجف المطر وصعد العنكبوت الصغير الأنبوب العنكبوت الصغير صعد في أنبوب الماء وجاء المطر جرفه خرج الأنبوب وطلعت الشمس وجف المطر وصعد العنكبوت الصغير الأنبوب العنكبوت الصغير صعد في أنبوب الماء وجاء المطر جرفه خرج الأنبوب وطلعت الشمس وجف المطر وصعد العنكبوت الصغير الأنبوب خمسة أطفال صغيرة تقفز على السرير طفل منهم وقع فوق رأسه الصغير أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال لا مزيد من الأطفال تقفز على السرير أربعة أطفال صغيرة تقفز على السرير طفل منهم وقع فوق رأسه الصغير أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال لا مزيد من الأطفال تقفز على السرير ثلاثة أطفال صغيرة تقفز على السرير طفل منهم وقع فوق رأسه الصغير أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال لا مزيد من الأطفال تقفز على السرير طفلين صغيرين يقفزان على السرير طفل منهم وقع فوق رأسه الصغير أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال لا مزيد من الأطفال تقفز على السرير طفل واحد صغير يقفز على السرير قفز حتى وقع فوق رأسه الصغير أمه اتصلت بالطبيب والطبيب قال حان وقت نوم الأطفال في السرير هل تعرفون الحروف؟ F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y وZ تعريف الحروف الآن
هيا نغني معا الآن. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y و Z. أعرف الحروف.